يتكلم بعفوية وبكل حرية. اليوم صوتك مسموع. عبرك بغيتي. ألف مرحبا، نحن البلاد الشاون، الشاون بلاد زوينة، الناس طيبين، الهواء ديالها كيمتاز بالهواء نقي، الماء عذب، يعني الشاون واحد تحفة في المغرب، اللي نطلبوا من الزوار المغرب، من السكان المغرب مرحبا بهم عندنا الشاون، كنرحبوا بهم ألف مرحبا. الشاون غزالة واحد مدينة سياحية وتاريخية وعندها حضارة وتاريخ عريق وكتمتاز بالمناظر الخلابة. احنا مازين فاس وجينا لهنا لهاد المنطقة لأنها جبلية وهاد البلاصة هادي المهم عندهم تقاليد شوية مغايرة على فاس. لا الشاون مدينة مزيانة، أول مرة كنجي لها وكنا غنعاود نجي لها مرة أخرى إن شاء الله. حنا جينا وأنا طرف جينا نشوفوا هاد المدينة وعجبتنا بزاف، حيت فيها بزاف ديال المآثر التاريخية، الجبال، الطبيعة. من مدينة فاس هاد العطلة هادي كنحاول نزور المدن من غير مدينة فاس، وهاد العطلة هادي جيت للشفشاون، مدينة خلابة فيها مناظر ممتازة والجبال. انا شاونيه وكنحماق على الشاون، مدينه الشاون مدينه غزاله، واخا انا عايشه في كازا مدينه تاريخيه وداكشي ناس محافظين فيها، وهادي واخا عايشه في كازا مره كنجي ليلا. عجبنا الشاون براس المال وطا حمام باب العين ناقشور، كلشي فيها مهم، كلها طبيعه. الشاون راك عارفين شنو فيها، فيها بزاف ديال الحاجات زوينين. جينا مع الاصدقاء ديالنا الدراري باش ندوزوا واحد الوقت زوين. كيعجبني فيها النقاء والسياح وداك الشيء. ديجا لا فيل معروفه بالوانات ديالها، لو بلو زعما كيغني بزاف، وبالشكل ديال الجور ديالها زعما مدينه قديمه ايتو، زعما سا دون اونفي دو ريفير لافونتور. جينا بغينا نتعرفوا على هذه لان هذه اول مره تجينا فيها لهنايا هذه، وعندهم زوين، هما عندهم مناظر زوينه ولكن صعيبه بالنسبه لنا حنايا اللي مولفين غير لوطا، صعيبه شويه. مدينه شفشاون المعنى الحقيقي ديالها هو اسم امازيغي قديم، يا شفشاون يا شوف القرون، هما ديك جوج بلد اللي كيبانوا انفاس معاكم. كاين مناظر، كاين شلالات، كاين راس الماء، واحد المنطقه راس الماء مزيانه، كاين يتشاف هنا بزاف. مدينه الشاون مدينه زوينه واخا صغيره مزيونه، وحتى الناس ديالها مزيونين. كنصح الناس يجيو يزوروا هذه المدينه هذه لحقاش صراحه هي واحد المدينه اللي صغيره ما معروفاش بزاف، ولكن اللي غادي يجي لها المره الاولى غادي يعاود يجي يزورها مره ثانيه وثالثه وبزاف ديال المرات. الانسان يجي يزور بلادو، الشمال شي حاجه والشاون مهم، يعني هذه واحد المنطقه سياحيه بالنسبه لجميع المغاربه وين ما كانوا، هذه المنطقه سياحيه وين ما كانوا يجين يزوروها. الشاون مزيانه وجميله والشاونيه نواره والناس يجيو لها من كل مجال عميق.